أهلا بكم. هذا مشهد يعني حزين نراه أمامنا، إنه مشهد الحرب، إنه مشهد الحرب الذي يعني لم يكن يتمنى أحد أنها تقع. يعني طوال أسابيع مررنا بمراحل مختلفة من يعني الصعود والهبوط والمزيد من يعني التوقعات. البعض قال أن الحرب، هذه الحرب لن تنشأ، لن تقوم. البعض الآخر قال أن هذه الحرب يعني ربما هي عبارة عن مجرد تهديدات، لكن الحقيقة التي أمامنا الآن أننا نشهد مشهد هو الأول من نوعه منذ عام 1945، وتحديدا 25 من إبريل من عام 1945. في هذا الوقت، في هذه اللحظة، في 25 من إبريل 1945، أطلق أدلف هتلر الرصاص على رأسه ليعلن نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا. اليوم نشاهد مشهدا لم نراه من قبل، مشهد لم نكن نتوقع أن نراه، وهو حرب جديدة في أوروبا. دولة أوروبية تتعرض للغزو لأول مرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945. وكأن الزمن يعيد نفسه، منذ قليل الرئيس الأمريكي جو بايدن ألقى خطابا يعني في منتهى العدوانية تجاه روسيا. يعني كان خطابا شرسا، وكان خطابا عنيفا للغاية. يعني سمعنا منه أنه قال، هدد روسيا بشكل صريح، وقال أن عدوان روسيا على أوكرانيا سيكلفها ثمنا اقتصاديا واستراتيجيا باهظا، وأن روسيا ستدفع ثمن هذا العدوان، وأنه يضمن ذلك لحلفائه. وقال أيضا أن العقوبات على روسيا ستستهدف المصارفها التي تمتلك نحو تريليون دولار. ووجه حديثه عن الرئيس الأمريكي الروسي جو آسف عفوا فلاديمير بوتين، قال أنه معتد، وأنه اختار أن يشن هذه الحرب، وعليه أن يتحمل النتائج، لأنه رفض كل مبادرات حسن النية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بل هدد أيضا بالحرب عيانا. يعني بايدن هدد بالحرب منذ قليل، وقال أنه إذا تجاوز بوتين أوكرانيا وتدخل في أي دولة عضوة في حلف الناتو، فسوف تتدخل أمريكا في الحرب. واتهم الرئيس الروسي بوتين بأنه يسعى إلى إحياء الاتحاد السوفيتي سابقا، وأن طموحاته تعود إلى عصور وسطى، وأنها تتناقض مع مبادئ العالم الحديثة. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أن العقوبات على روسيا ستتطلب بعض الوقت لتؤتي نتائجها، لكنه توعد أن تكون عقوبات قاسية ومؤلمة للاقتصاد الروسي. طبعا منذ هذا، في هذا الصباح، المفوضية الأوروبية قالت تصريحا أكثر، قالت إنها ستشاهد، أن العالم كله سيشاهد الاقتصاد الروسي وهو يتآكل، قالت هكذا باللفظ، يعني الاقتصاد الروسي سيتآكل بسبب هذه العقوبات التي ستكون عقوبات قوية للغاية. يعني من العقوبات التي قال بايدن أنه سيفرضها، أنه سيلغي نصف واردات روسيا من المنتجات التكنولوجية، كل تقريبا نصف المنتجات التكنولوجية، السلع الأساسية الداخلة في السلع الأساسية. طبعا في، نعرف الآن أن المنتجات التكنولوجية تدخل في السيارات، في الصناعات المنزلية، في صناعات الطائرات وغيرها. نصف هذه الواردات لم تصل إلى روسيا بعد الآن، بل أكثر من ذلك، أنه سيكون هناك تقييد لقدرة روسيا على استخدام الدولار والين الياباني. ستكون هناك، ستعهد الرئيس الأمريكي بايدن بأنه ستكون هناك يعني ألم للاقتصاد الروسي، وأن كل الأموال الروسية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية سيتم تجميدها بالكامل، وسيتم فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وبنوكها، وإخراجها من الاقتصاد العالمي. ولكن يعني هذه التعبير الحادة، وهذه القيود، وهذه العقوبات الحادة التي تعهد بها الرئيس بايدن، لا يوجد، يبدو أنه لا يوجد أي أفق للسلام،
لأن بايدن قال أنه لن يتحدث مع بوتين ولن يتشاور معه، لأنه يعني بدأ بالعدوان وبدأ بالحرب، هذا العدوان الذي وصفه الرئيس بايدن بأنه ينتمي للعصور الوسطى ولا ينتمي للعالم الحديث، وأنه تقوده حسب وصفه أوهام السيطرة وأوهام يعني استعادة الاتحاد السوفيتي القديم، وهو ما لن يحدث بحسب ما قال بايدن. يبدو أن هناك تحركات عسكرية أيضا على الأرض. الولايات المتحدة أعلنت في رويترز نقلا، حسب ما نقلته وكالة رويترز نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل 7,000 جندي إلى ألمانيا. 7,000 جندي إلى ألمانيا سيتم إرسالها لطمأنة الحلفاء، حسب ما يقول حسب ما نشر يعني في حسب ما تم نشره في وكالة رويترز. نتابع طبعا الآن هذه المشاهد على العاصمة كييف. تبدو العاصمة حزينة وهادئة وقد تعرضت لقصف مبكر مع بداية الأحداث. نشاهد الآن هذه في المنتصف كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي ألقاها منذ قليل، وفي أقصى يسار الشاشة بالأعلى نرى هناك مجلس العموم البريطاني الذي ينعقد الآن، في أسفل الشاشة العاصمة كييف، وقد بدأ حظر التجوال في العاصمة كييف حيث أعلن الرئيس الأوكراني منذ قليل الأحكام العرفية على كافة أوكرانيا، وأعلن حظر التجول وأن المواصلات العامة ستتوقف بالكامل في أوكرانيا بأكملها. في الناحية الأخرى في برلين في يمين الشاشة كما تشاهدون في برلين في الأسفل، يبدو أنه هناك مظاهرات خرجت أمام المصالح الروسية في كافة أنحاء أوروبا. هناك حالة من التضامن واسعة وغير عادية مع أوكرانيا ضد روسيا تشهدها أوروبا بالكامل. في أقصى يمين الشاشة في الأعلى لوغانسك، المنطقة الخاضعة لسيطرة الموالين لروسيا، سيطرة الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، والتي سبق أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين منذ يومين تقريبا اعترافه بهما كجمهورية استقلالية مستقلة، لكن لم تختار علما أو نشيدا أو تنتخب رئيسا، هو أعلن أنها جمهورية مستقلة، لكن إجراءات تأسيس الجمهوريات كما نعرفها في العصر الحديث لم يتم مشاهدتها هناك في لوغانسك. فقط اعترفت الجمهورية العربية السورية فقط بهذا الإعلام من بين كل دول العالم. نحن نواصل معكم هذه التغطية، يبدو أننا نواجه عطلا فنيا، سنعود إليكم بعد قليل في مستجدات الأحداث. بعد قليل انتظرونا في اللايف القادم خلال دقائق معدودة من أوكرانيا.